تم بالرباط التوقيع على إعلان نوايا بين كل من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وبرنامج الخليج العربي للتنمية ومكتب المنسقة المقيمة لهيئة الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، بالإضافة إلى مؤسسة البريد بنك حول التمكين الاقتصادي للنساء. إعلان النوايا يهدف إلى دعم إدماج الفئات الهشة وخاصة النساء في وضعية صعبة لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية. تأتي هذه الاتفاقيات في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يولي عناية كبرى للنهوض بوضعية المرأة وحماية الطفولة، وتأتي أيضا تفعيلا لالتزامات البرنامج الحكومي الذي يرمي إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية. حقيقة وجودنا هنا هو مكمل لتواجدنا في العقود الماضية في المنطقة، وحضورنا الآن إن شاء الله سيكون القوي في المملكة المغربية، بأن نراها أن تكون مقرا رئيسيا وهب قوي للمغرب العربي وأيضا للغرب الأفريقي. ويهم إعلان النوايا مجالات تمكين المرأة والشمول المالي ودعم تنمية اقتصاد الرعاية والدفع بتطوير البنية التحتية للتكفل بالطفولة، وكذلك تخفيف الأعباء على الأسر وتعزيز الروابط الأسرية. موضوع التمكين النساء وداخل في نطاق تحقيق أهداف التنمية المستدامة اللي فيها كذلك الشمول المالي وكذلك النهوض بتطوير الطفولة المبكرة وتكفل بالأشخاص ذوي الهشاشة. ومن شأن هذا التوقيع أن يعزز مكانة المغرب كدولة رائدة في مجال الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.